أنا اسمي فيكتور محروس وحصل معايا قوة للتغيير. عشان أحكي قصتي واختباري لازم أبدأ من بداية القصة ومن بداية نشأتي وأنا اتولدت إزاي وفي بيت شكله إيه والدنيا كلها كان شكلها إيه. أنا اتولدت في بيت مسيحي مؤمن، بابايا قسيس كنيسة إنجليلية، مولود في إطار الكنيسة وبين حيطان الكنيسة وصحاب الكنيسة وشلة الكنيسة. في ابتدائي كنت في مدرسة الكنيسة ومعايا أصحابي ولاد الكنيسة وشعب الكنيسة. طلعنا إعدادي نفس الشلة ونفس الأصحاب، رحنا برضو مدرسة مسيحية شلة الكنيسة في وسط بعض. طبيعي نطلع من اجتماعات الكنيسة نروح نادي الكنيسة، نطلع من نادي الكنيسة نروح المدرسة اللي فيها شلة الكنيسة. كان كل حياتي بين أربع حيطان وجدران الكنيسة اللي موجودة حواليا في كل مكان. حتى لما روحنا المدرسة الثانوي رغم أنها مدرسة كبيرة جدا وعدد طلاب كتير جدا، لكن شلة الكنيسة برضو حوالين بعض، تعرفش على ناس جديدة، ملناش علاقات غير كل واحد في حدود فصله. لكن الحياة العملية كانت كلها ما بين شلة الكنيسة، لدرجة إنه أماكن الكنايس في الحوش كانت معروفة، هنا مكان شلة الإنجليلية، هنا مكان شلة الكنيسة الفلانية. كنا شلل كنايس، شلل موجودين حوالين بعض، ما عندناش أي اختلاط بالعالم الخارجي. جيت في ثانوية عامة جبت مجموع صغير، وده خلاني أقرر أغير الخطة وما أدخلش كلية اللاهوت زي ما كان جدي والبيت كله والعيلة كلها بيحلموا ليا وشايفين دوت في مستقبلي. وقررت ابتدي اغير اتجاهي واغير مساري في الدراسه وفي المستقبل. كان قدامي حل من اتنين، يا عيد ثانويه عامه مره كمان، يا اما ادخل معهد سياحه وفنادق مع مجموعه من اصحابي في الكنيسه. بابا قعد معايا وحكى وقال لي مدى الصعوبه اللي موجوده في مجال السياحه بالنسبه للمؤمنين وبالنسبه لينا كبيت وكاسره، لكن كان القرار النهائي ان هروح ادخل مع اصحابي المعهد دوت وهنبتدي نعيش حياتنا، وربنا غالبا هيكون بعتنا ارساليه في وسط هذا المجتمع عشان نغير ونأثر فيه. لما رحنا المعهد بتاع السياحه وفنادق اللي احنا رايحينه في القاهره انا واثنين تاني من اصحابي، في الحقيقه كان جو وعالم تاني مختلف تماما. المعهد دوت كان مشهور جدا في منطقه مصر الجديده بمدى الفساد اللي جواه ومدى السلوك السيء جدا مش عايز اقول الدعاره والمخدرات، كل انواع الخطيه اللي ممكن الانسان يتخيلها. احنا ثلاث شباب لسه طالعين من المنيا رايحين على هذا المجال الرائع، اتلموا علينا مجموعه من الشباب اللي انا عايز اقول ان هم نوعا كانوا كويسين، يعني مش خطيرين في الخطيه والصياعه والكلام دوت، لكن كانوا نوعا ما معقولين وبداوا ياخدونا بخطوه بخطوه يفهمونا ايه هي الخطيه وايه هي الصياعه، وبداوا يفهمونا حاجات كتير جدا احنا كانت مستخبيه عننا في الكنيسه وفي الخدمه. عمرنا ما كنا نفكر في يوم من الايام ان احنا هنفهم الكلام ده او هنسمع عن الكلام ده، لانه كان بالنسبه لنا غلط، خطيه، ما ينفعش، انتوا مؤمنين، انتوا اولاد الكنيسه. وطلعنا زي ما بيقولوا كده من جره طلعنا لبره واحده بواحده، واحنا عايشين مع بعض احنا الثلاثه كنا شويه نقع وشويه نقوم، واحد مننا يقع الاثنين التانيين يسندوه، ونصلي مع بعض بالليل وناخد فترات نقعد مع ربنا ونتوب. كان وقت سنتين كاملين قاعدينهم مع بعض، نقع ونقوم نقع ونقوم، كانت الدنيا نوعا ما انا في وجهة نظري معقوله. بعد السنتين دول كل واحد مننا اخد مسار تاني مختلف عن التاني. واحد من اصحابي بعد ما خلصنا المعهد بدا يدرس في الجامعه الامريكيه، صاحبنا الثالث بدا ياخد مجال الشغل ومنتظر الجيش، انا كملت في كليه سياحه وفنادق جامعه حلوان. فكل واحد مننا اخد طريق مختلف عن التاني خالص. في الوقت دوت اللي اتفرقنا فيه وكل واحد بقى ليه قصته وليه حياته، انا كنت بشتغل وقت الدراسه في الفنادق وقعدت فتره طويله ما
بشتغل في الفنادق، وكان المجال ده صعب صعب لدرجة غير عادية، إن واحد يبقى لوحده في وسط مجموعة كبيرة من الناس كل هدفها وكل رؤيتها هو كسب الفلوس، هو المتعة، هو أمور تانية كتير جداً من الخطية الممتعة للعالم والشعب العالم. في الحقيقة أنا عايز أقول إنه أنا ما جربتش النوع ده قبل كده، كان أول مرة في حياتي أجرب النوع ده من الخطية، ومدى استمتاع الناس بهذا النوع من الخطية كنت بجربه واحدة واحدة، وأنا كنت شايف إنه الشيطان بيمتعني بيه لحظة لحظة واحدة واحدة، بياخدني من سلمة للتانية للتالتة عشان أنغمس في كل الشهوات وكل أنواع الخطية المختلفة. بدأ حضوري للكنيسة يقل جداً بعد ما كنت بحضر كل يوم حد وخميس، مرة في كنيسة في منطقة في القاهرة ومرة في منطقة تانية واجتماع مغتربين، وكان ليا حضور منتظم للكنيسة. بدأ حضور الكنيسة يقل جداً. أخويا في الحقيقة مايكل اتكلم معايا أكتر من مرة عن فكرة إنه أنا منشغل بالشغل واليوم الأجازة بتاعي بطلع أتفسح مع أصحابي، وممكن نروح ديسكو، ممكن نروح سينما، ممكن نروح نتفسح في مولات. بدأ يتكلم معايا أكتر من مرة، لكن حب العالم وشهوات العالم كان أقوى بكتير، واللي خلاني بعد ما فقت ورجعت تاني عرفت قد إيه أنا كنت مؤمن هامشي جداً، مش مؤمن قوي أقدر أتحط في العالم. بعد تقريباً 5 سنين كمان بعد المعهد ودراستي الكلية والشغل، أخذت قرار إنه هرجع المنيا أنتظر الجيش، بعد الجيش هبتدي أشق طريقي في مجال الفنادق وابتدي أخد السلمة واحدة واحدة. وكان طموح حياتي إنه في يوم من الأيام أبقى جنرال مانجر لفندق كبير جداً، أو ميبي أكون مدير إقليمي لمجموعة فنادق في الشرق الأوسط. كان حلمي كله في مجال التقدم والسياحة والفنادق، لأنه كمان وأنا بشتغل في وقت الدراسة كان الفلوس كتيرة وكانت حلوة جداً، كانت كلها بتضيع في الحقيقة في الخطية وفي أمور تانية كتير جداً. الوقت اللي أنا قررت فيه أبتدي أرسم مستقبلي صح كان سنة 1997 بالتحديد. رجعت المنيا في انتظار الجيش، وبعد ما رجعت المنيا قعدت شهرين منتظر الجيش. وقتها كان في احتفال كبير في الكنيسة، كان مفروض بابا ومجموعة من أعضاء الكنيسة ينزلوا بعربية خاصة بالكنيسة يجيبوا بعض الشرايط والكتب وبعض الطلبات من القاهرة ونرجع تاني على المنيا استعداداً للاحتفال الكبير ده. وإحنا راجعين بالليل كنا راجعين على طريق الصحراوي الغربي، وقبل الطريق الصحراوي الغربي ما يزدوج ويبقى طريقين، كان طريق واحد العربيات جاية جنبه بعضيها ورايحة جنبه بعضيها. أنا فاكر كويس قوي الوقت دوت، الميني باص اللي إحنا كنا راكبين فيه كراسي ضيقة، إحنا عددنا مش كبير لكن الطلبات اللي جايبينها للكنيسة كبيرة مالية 3/4 العربية. قعدت أنا في الكرسي الواسع اللي جنب الباب، وبابا كان قاعد لورا شوية في كرسي ضيق. قررت أغير معاه الكراسي عشان هو يقعد وياخد راحته، وأنا هعرف أقعد على كرسيين ثلاثة هقعد براحتي يعني. رحت فعلا قعدت مكانه ورا وديت ظهري للشباك بتاع الميني باص. وإحنا ماشيين في أول الطريق ولسه الطريق بدأ يمشي واحدة واحدة وبدأ يشد، أنا سرحت وكل الناس كل واحد في حاله، سواء شايف طريقه وكل واحد اللي نايم واللي بيحكي مع اللي جنبه. وانا صراحة كنت قاعد في الكرسي لوحدي، بصيت فجأة لقيت عربية ربع نقل جنبي ماشية جنبينا موازية لينا مش عايزة تتحرك، ماشية في نفس الطريق. وفجأة اللحظات اللي محدش شعر بيها، سمعنا صوت خبط جامد جدا جدا، وما حسيناش غيره من الباص بتاعنا رايح يمين وشمال لمدة تقريبا 2 كيلو بعد الخبطة والصوت الجامد ده اللي سمعناه، لغاية لما ربنا ادى حكمة للسواق ومسك في الميباص ووقف بعد تقريبا 2 كيلو. نزلنا نطمن على بعض ونشوف ايه الاخبار، كان جروح بسيطه في بعض الناس اللي وقعت جوه العربيه، والعربيه من الجنب اللي انا كنت قاعد فيه تقريبا خبطت خبطه كبيره جدا، اغلب الصاج اتطبق واتبهدل. ونزلت جاري انا واخويا نشوف ايه اللي حصل، ففوجئنا انه العربيه اللي كانت ماشيه جنبي عربيه ربع نقل محمله دقيق، دخل فيها ميكروباص محمل 14 نفر غير السواق الوش في الوش. العربيه الربع نقل اتكبست ما بيننا وما بين الميكروباص، ورحنا لقينا نفوس كتيرة مرمية على الأرض ما بين الحي وما بين اللي ميت.
ودي كانت قوة التغيير اللي حصلت في حياتي. دي كانت اللحظة اللي غيرت كل تفكيري وكل مجريات حياتي، وغيرت إلى الآن اتجاهاتي في مستقبلي وفي حياتي اللي بعد كده. وعايز أقول لكم أنه أنا إنجيلي مشيخي، وفي حاجات كتيرة كنتش مصدق فيها، لكن أنا سمعت صوت ربنا واضح في وداني وهو بيقول لي كده: دمه منك أطلب. رجعنا المنيا وبدأنا نستوعب الأمور والقصة اللي حصلت. جه حد يصلح الميني باص وسأل على كرسي بالتحديد. الكرسي ده كان حد قاعد فيه، فقالوا له أيوة، قال لهم عايش ولا ميت؟ الكرسي ده مكان الشاسية العربية لما العربية ربع نقل دخلت فينا، دخلت في المنطقة دي بالذات، والحديد كله دخل لغاية تاني كرسي، كرسيين جنب بعض، دخل لغاية تاني كرسي. المفروض إن لو حد قاعد في الكرسي ده يتعور، يتشوه، يمات، في حاجة حصلت. لكن في الحقيقة أنا كنت واقف جنبه بقول له أنا كنت قاعد في الكرسي ده، أنا مفيش حاجة يعني. لدرجة إنه بابا بعد ما سمع الكلام ده كان مصمم نروح نعمل أشعة وفحوصات ونطمن، وخصوصا إن أنا ظهري كله كان للحديد وكان مدي للشباك. بعديها كان أمر الرب واضح وصريح ليا إني أستقر في المنيا ونبتدي أخدم ونبتدي أتكلم مع الشباب ونبتدي يكون لي علاقة حية مع ربنا في الخدمة، وحياتي وتفكيري في المستقبل يبقى مبني على ربنا عايز مني إيه، مش أنا عايز أنجح إزاي، مش أنا عايز أكسب فلوس إزاي، مش إيه الشهوات اللي موجودة في العالم اللي تمتعني. واللي أنا مستغرب له جداً بعد كل السنين ديت، إزاي شخص كان عايش في الإيمان واستمتع بحلاوة يسوع يكتشف إن العالم أحلى ويقرر يعيش مع العالم، لكن في اللحظة اللي عناية فيها اتفتحت اكتشفت إنه كل دوت يمضي، شهوته تزول، مفيش حاجة هتبقى غير حبة يسوع اللي جوه قلبي. بدأت خدمتي في وسط الشباب وبدأت أتكلم عن الحب والشهوات والعلاقات والجنس وكل الأمور ديت اللي احنا محتاجين نفتح عينين كل الشباب اللي موجودين في الكنائس عليها. متعة العالم اللي الناس شايفاها في الحقيقة بكل المقاييس بالنسبة لأهل العالم اللي ما يعرفش المتعة الحقيقية مع يسوع هيستمتع بيها. أنا اشتغلت تقريباً ما يقرب من 7 لـ 8 سنين في مجال الفنادق، في المطاعم، في البارات، في حاجات كتير جداً، وكنت دايماً لما أتواجه مع حد من المؤمنين ويقول إنه لأ، أولاد الله، أولاد المسيح، ما ينفعش يكونوا في مجال زي كده، ما ينفعش نكون بنقدم الخطية للعالم حتى لو إحنا مؤمنين وعايزين نوصل لهم رسالة، ما ينفعش نكون بنقدم الخطية بالعالم، الموضوع مختلف تماماً. كنت دايماً بقول لأ، و ده شغل ودي حياة طبيعية، لكن في الحقيقة مع الوقت اكتشفت انه في فرق كبير جدا. في فرق انك تكون ابن ليسوع فبتحاول بكل المقاييس تمنع الناس او تكلم الناس عن الفرق ما بين الخطية وما بين الحياة الرائعة مع المسيح. في فرق انك تكون بتقدم الخطية وانت ما بتستخدمهاش. يعني ما ينفعش اقول انا بقدم المخدرات للناس بس انا ما بشربهاش، وده اكل عيشي، ده شغلي. في حاجات زي كده كتير جدا، لكن اللي أنا قابلته بقى من متعة للخطية وكنت بجربها، لدرجة أنه أنا فاكر أول سنة رأس السنة ما أقضيهاش في الكنيسة، كنت بقضيها بطبيعة شغلي في النايت كلاب بتاع الأوتيل اللي أنا شغال فيه. بدأنا شغل تقريباً الساعة 1 الظهر، خلصنا شغل 1 الظهر، 1:1 السنة اللي أنا كنت شغال فيها ديت. ولما رجعت المنيا وأخدت أجازة، يعني بابا كده بصنعة لطافة قعدت أحكي لهم بقى أن أنا كنت ماسك ترابيزة كبيرة فيها 30 واحد، وانا كنت الكابتن بتاع الترابيزه ديت، وبعت لهم 6 أزاز شمبانيا و8 أزاز ويسكي، وقعدت بقى اعد في الحاجات اللي انا بعتها والمبيعات اللي انا حققتها. من وجهه نظر اداره الاوتيل والزمايلي ده نجاح بالنسبه لي، لكن فوجئت كده بابا بصنعه لطافه حب يعرف انا وصلت لغايه فين في الخطيه، فبيقول لي: طب ايه الاحلى، الويسكي ولا الشمبانيا؟ فبقول له: الشمبانيا اجمل بكتير من الويسكي. وكان دي اللحظه اللي وقفت فيها مع نفسي، فبقول له: يعني أنا لازم أدوق ولازم أجرب إيه اللي بيحصل حواليا. وكان صلاة بابا وماما وإخواتي والعيلة وهم مدركين تماماً الخطورة اللي أنا محطوط فيها، هي حاجة من الحاجات اللي أنا متأكد إن ربنا ساعدني إن أنا أرجع بسببها. مش بس كده، المخدرات كانت معروضة علناً في الوقت دوت، مش بس كده، الخطايا الجنسية كانت معروضة
بكميات رهيبة في الوقت دوت، لكن صلاة أهلي وصلاة أبويا وأمي هي اللي كانت بتحميني إن أنا أقع في خطايا تعتبر إدمان، واللي بيقع فيها من الصعوبة جداً إنه يطلع منها. لكن في وسط كل دوت كان لازم يبقى فيه شهادة، وكان لازم ربنا يستخدمني حتى لو أنا علاقتي وحياتي بيه بعيدة جداً. الأمانة اللي اتولدت فيها واللي عشت فيها طول عمري كانت هي شهادة على إني شخص مسيحي، وينفع أؤتمن على أي حاجة موجودة في مجال شغلي في الأوتيل اللي أنا كنت شغال فيه. عشان كده المديرين والناس الكبار في إدارة الأوتيل لما كانوا يعوزوا حاجة فيها أمانة أو توصيل معلومة أو توصيل حاجة معينة فيها أمانة، ما كانش يعتمد غير على حد غيري، لأنه فيكتور المسيحي ده أمين، ادوله الحاجة دي وخليه يروح يعملها. لكن أنا بندم على كل لحظة قضيتها في وسط المجتمع دوت، ما كنت الشهادة بعلم فيها إن يسوع حي، وإنه في خطية لازم تتغير في حياة الناس، وإن في تغيير وقوة تغيير منتظرة كل واحد لو بس قالوا يا رب تعالى غيرني، أنا منتظر منك تغيير. بعد ما رجعت وقررت إن أنا خلاص هسيب الفنادق وهسيب العالم المغري والرائع دوت بالنسبة لأهل العالم، وهعيش وهخدم مع المسيح، كان عندي أول تجربة هي تجربة الجيش. ولما رحت ودخلت التجنيد في أسيوط كان معايا 2 بوسايط، واحد منهم الواسطة بتاعته دخلته عسكري من الأول وحطيته في حتة مريحة جداً، التاني الواسطة بتاعته دخلته ضابط وحطيته في حتة برضو مريحة نوعاً، وأنا ما كانش عندي وسايط، أنا كنت رايح بصلى الناس وصلى البيت وخلاص، أنا رايح واثق إن ربنا لو ليه إرادة أن أدخل الجيش في اختبارات جديدة وفي تعليم جديد هيرجعني أكتر واخد رؤية أكتر لرسالتي ولخدمتي في الكنيسة وفي المجتمع اللي أنا فيه. دخلت ضابط ورحت الحلمية، وقبل ما أروح الحلمية شاركت مجموعة من أصحابي اللي شاركوا معايا الاختبار واللي عرفوا اللي حصل لي وقوة التغيير اللي حصلت في حياتي، وقعدوا يصلوا لي إن أنا ما أدخلش الجيش. وأنا وقتها قلت لهم ما تصلوش كده خالص، أنا عايزكم تصلوا لي إن ربنا لو هيدخلني الجيش سواء ضابط أو عسكري يقول لي بالظبط هو عايز إيه وهيتعامل معايا إزاي. رحت الحلمية في الحقيقة نزلت من ضابط، وده كان التحدي الأول اللي الشيطان بيلعبني بيه، أنت رايح من غير وسايط، رايح من غير رشاوي، رغم إن أنت في مجالك القديم كنت تعرف ضباط وممكن تديهم رشاوي يطلعوك من الجيش خالص أو يظبطوك تمام، لكن الرب سمح إنه من ضابط أنزل عسكري مرة كمان. وقعدت أروح التجنيد في أسيوط، مرة أخد تأجيل 45 يوم، مرة التانية أخد تأجيل 3 شهور، لغاية لما الرب أشاء وإن أنا أخدت لم يصبه الدور، تأجيل في تأجيل في تأجيل لغاية لما لم يصبه الدور وطلعت من الجيش. كان ده التحدي اللي كان قدامي، إنه الشيطان عايز يعمل نقطة ضغط عليا إني أرجع مرة تانية لحياتي الأولى بشكل مختلف وأستغل العلاقات اللي عملتها في الوقت دوت، لكن الرب كان بيحط قدامي طريق مختلف. لما قلت للشيطان وحطيت التحدي قدامه إنه لو دخلت الجيش هو بيحط قدامي تعامل جديد، ولو طلعت من الجيش هو عايز يحطني على الخدمة بدري، الشيطان اتغلب بسهولة جداً وبقوة التغيير اللي حصلت معي. حاجات كتيرة جداً بدأ الشيطان يلعبني بيها، الشغل في المنيا قليل شوية، وأي شغل هتلاقيه مفهوش المكسب اللي كنت بتكسبه في مجال الفنادق اللي يخليك تعمل بيت وتبني أسرة وتتجوز من البنت اللي انت عايز تتجوزها في يوم من الأيام. كل الأمور ديت كنت بقول في اسم يسوع وكانت الأمور بتمشي. أنا فاكر كويس قوي إنه في وقت من الأوقات بحكي مع أحد الأشخاص اللي مش مسيحيين وبقول له أنا مش عارف إزاي هقبل على فكرة الخطوبة والجواز، وأنا ما عنديش حاجة، ما عنديش حاجة خالص يعني، لا أمتلك شيء. ولقيته بيقول لي ربنا لما يريد كل حاجة تفتح قدامك، خد الخطوة واستخير ربنا وهتشوف ربنا هيعمل إيه. في الحقيقة الكلمات دي أثرت فيا لغاية هذه السنين، بعد 12 سنة جواز تقريبا الكلمات دي جوايا، إنه شخص ما يعرفش أي حاجة عن ظروفي وبيقول لي حط الموضوع قدام ربنا وانت تشوف ربنا هيعمل إيه. الشيطان هيحارب أي حد يقرر يسيبه، لكن قوة التغيير اللي حصلت مع أي حد هتخليه يواجه الشيطان باسم يسوع. نصيحتي لكل الخدام وكل الشباب
فكر كويس قوي وانت واخد خطوتك وانت تفكر في المستقبل بتاعك، واقعد مع ربنا وحكي معاه وقول له يا رب انا عايزك تفتح عينيا. المتعه الحقيقيه فين؟ في العالم، في شهوات العالم، ولا اني ابقى معاك انت وابقى في شخصك انت؟ الشيطان هيحارب الانسان اللي قرر يرجع مره تانيه ويعيش الحياه الحقيقيه مع المسيح. وفي كل لحظه كنت باخد فيها قرار من غير ما اقعد واصلي قدامه، سواء انا لوحدي او انا ومراتي، كنا بنحس ان القرار ده بكل المقاييس من قرار فاشل. احنا حاليا بالايمان منتظرين الرب يتعامل معانا تعاملات كتيره جدا، منتظرين وعد من الرب، وكل محاربات الشيطان في امور صغيره في حياتنا وفي امور كبيره احنا بنواجهها باسم يسوع، وبنقول له في ايمان اقوى من اي محاربات تانيه انت بتفكر فيها. عشان كده اخواتي، لو انت عايش مع المسيح وسبت العالم ورجعت والشيطان بدا يحاربك في امور خاصه بالعالم ويقول لك ما هو طب ما الخطاب يعملوا كذا وكذا وكذا، لكن عندهم اللي انت بتترجاه من الله، ليه ما تكونش زيهم؟ ليه ما تفكرش بنفس طريقتهم واسلوبهم؟ اقول لك اطلاقا، لما تاخد وعد بالايمان ان الله هو اللي ضامن مستقبلك وهو اللي حاطط كل خطه لحياتك وتترك الموضوع بالكامل ليه، عينيك هتتفتح على امور رائعه وعظيمه الرب عايز يعملها معاك في الوقت اللي جاي.